إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله، فهنا مجموعة من الأسئلة وردتنا من إخواننا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالجواب الصحيح. هنا سؤال: هل يجوز أن أوقع على أوراق حكومية بتفويض شفوي من صاحب المعاملة تعاونا مني؟ طبعا هذا الأخ السائل موظف حكومي، موظف في حكومة، وهناك أوراق تحتاج إلى تفويض، والتفويض يحتاج إلى توقيع من هذا الشخص، ولكن بسبب تعذر شيء معين، بعد أو فراق، لم يذكر ما السبب، لكنه تأكد من هذا الشخص أنه بشكل شفوي هو يريد ذلك، ويستطيع أن يمشي ذلك بأحد أساليب القانون. فهل يمشي؟ الجواب: له حالتان، أنه تأكد أن هذا الشخص المتصل أو الذي وصل إليه هو صاحب العلاقة، اثنين أنه ليس في ظرف اضطراري، ثلاث لا يترتب على هذا الشخص الموظف أي ضرر. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فعندها لا حرج في هذا الشيء. أما إذا لم يتأكد أن هذا الشخص هو اثنين، لم يتأكد أن هذا الشخص ليس مضطرا أو مرغما، ثلاث سوف يلحق بعض الضرر، فإحدى هذه الأمور الثلاثة تمنع هذه المعاملة. نعم. السؤال الثاني: رجل يعمل في مجال المطاعم، دقيقة، رجل يعمل في مجال المطاعم، يعني هذا الأخ يعمل في مجال المطاعم، ودرجة العادة على إلقاء بقايا الأطعمة في القمامة والعياذ بالله، فما حكم هذا الفعل لمن كان يعمل أجيرا في تلك المطاعم، وما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ أعجبني جزاه الله خيرا مطعما قريبا من هنا، وهو مطعم الوجبة الذهبية، وقد كتب عبارة وألصقها على الجدران قائلا: دع الخجل وخذ ما تبقى معك. جميل. دع الخجل وخذ ما تبقى معك، يعني مباشرة أنت وزوجتك طلبت طعاما فزاد الطعام، أين تذهب به؟ هو يقول لك صاحب العمل يعني خذه، وطالب الموظف أن يجهزه لك لكي تنقله معك. فإذا هذا التوجيه لمن يكون في هذه المطاعم ماذا يفعل. الأمر الثاني: أن أحد الإخوة مرة في غير الأردن دعاني إلى طعام، ولم أكن أعلم أنه سيدعوني، يعني فكنت قد أكلت، وأنا في السفر أصلا لا أكل كثيرا، ففاجأني وقال لابد أن تأكل، ودعاني إلى مطعم، فذهبت معه، والمفاجأة الأخرى أنه جاء بطعام كثير أيضا. طب أنا أصلا لا أريد أن أكل، ولكن أجاملك سأكل قليلا، فإذا به يأتي بطعام كثير، فأكلت ما استطعت ولكن تبقى الكثير، فقلت ماذا ستفعل؟ قال هم يدبروا. أقول له: لا، عندنا في الأردن شيء، وأظنه عندكم أيضا، أنه يمكنك أن تطلب هذا الطعام أن يحول للنقل سفري بنسميه إحنا. فقال: لا أعلم هذا في بلادنا. قلت: اطلب. فقال له: يا فلان، أي الذي يعمل في المطعم،
أريد أن تجهزه لي لأنقله معي. قال على طول. إيه قلت له إذن هذا موجود كما عندنا عندكم. فجهزه له وحمله إياه طعام لذيذ ولحم طازة وطازج وفي نفس الوقت يعني أرز يعني لذيذ طعام لذيذ وطازج ومليء باللحم ويعني ومكلف، ولكننا شبعنا طلبا كثير. فعندما حمله فلقي أحدهم أحد العمال فأعطاه الطعام ففرح ذاك الشخص فرحا كبيرا. إذن هكذا ينبغي لك أن تفعل يا من تذهب إلى المطاعم. الأمر الآخر إخواني في الله، أن أنصح من يدخل المطعم أن يطلب شيئا قليلا، فإذا أنهاه فخدمة المطعم سريعة، فمباشرة تقول له صحن آخر يأتيك خلال دقيقة. يعني أنت دخلت إلى مطعم تريد أن تتناول وجبة الفطور، فول، حمص، فلافل، بيض، يعني هذا المشتهر في بلادنا، فركة، قلاية بندور، هذا المشتهر في بلادنا، مباشرة أطلب على قدر حاجتك أنت ومن معك وأقل من حاجتك. فإذا لم تشبع أو تحب أن تزود قبل أن تنهي تقول له صحن آخر، فإذا به يأتيك في أقل من دقيقة أو في دقيقة. فإذا بما هذه الكثرة ثم تجد نفسك لا تعرف أين تذهب بالطعام، وتصبح يعني إذا كنت أهل ديانة تجاهد نفسك ألا يلقى شيء في القمامة، وهذه يعني شيء توجيهي لمن يأكل في المطاعم. الحالة الثانية، إذن أنت يا من تعمل في المطاعم إذا استطعت أن تقترع على الإدارة أن هذا الطعام الزائد يجعل بصورة توصل للفقراء فجزاك الله خيرا، لكنك إذا لم تستطع فعندها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإثم ليس عليك، الإثم على من طلب الطعام الزائد ثم بعد ذلك لا قدرة عندك أو على الإدارة على تصريفه. فإذا يا أحبائي في الله، هذه حلول كثيرة ذكرناها لكم، وتستطيع أن تطبقوها في المطاعم، وكلوا هنيئا مريئا. هنا سؤال، قال رجل ابتلي بتضخم البروستات فبعدما يبول ويستنجي فقد تنزل بضع قطرات من البول وهو يتوضأ، فماذا يصنع؟ إخواني في الله، هذا مرض السلس، وهذا قد يستمر نزول البول حتى أثناء الصلاة. فما هو الحل؟ أن ينضح ثوبه بشيء من الماء، ينضح بشيء، يغسل، ينضح يعني رش، ثم بعد ذلك هذه النقطة إذا نزلت تنزل على مكان الماء، فبالتالي لا تظهر آثار النجاسة، لكنه مطالب بأن يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، مطالب بأن يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت. وبعض الإخوة من كبار السن أو غير كبار السن، لأنه هذا المرض قد يبتلى به أي رجل حتى لو كان صغيرا، لكن في العادة يأتي مع الكبار، فتجده يبقى في بيت الخلاء مدة طويلة وهو عفوا بهذه الكلمة يعصر هذا الذكر. وشيخ الإسلام يقول الذكر كالضر كلما شددته در، يعني هذا شيء لا ينتهي، فمباشرة اغسله واخرج. فإذا كنت ممن تبتلى بنزول البول بعد ذلك فانضح ثوبك وانتهى الأمر، تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت. لكن هناك من السلس شيء عارض، يعني كيف شيء عارض؟ يعني يحدث في صلاة ولا يحدث في الصلاة الأخرى، إذن تتوضأ للصلاة التي تأكدت أنه نزل منك البول. الحالة الثالثة إخواني في الله، أن هناك وهم من بعض الناس أنه ينزل منه بول وفي الحقيقة لا ينزل، حيث يكون ارتداد الماء الذي نتيجة غسل الذكر فيدخل في الإحليل نتيجة الحركة، هذا الماء الذي دخل ينزل،
وتستطيع أن تفحص ذلك، أن تستجمر، يعني تستخدم الشيء الناشف لتنقية هذا الذكر من النجاسة، ثم بعد ذلك هل تشعر أم لا تشعر؟ وبالتالي إذن في صور كثيرة تنبه إليها. قال: هل يصح الجمع بين نية قضاء يوم من شهر رمضان مع صيام التاسع من محرم تسعة؟ الجواب: لا، هذه عبادة منفصلة عن هذه العبادة. لكن إنسان مثلا قال: أنا لم يتيسر لي أن أقضي من رمضان بسبب ظرف أو آخر إلا في اليوم التاسع أو العاشر من محرم، طب يا أخي معك كل هاي المدة تقضي؟ قال: لا، الآن فقط تيسر. فنقول له: اقضي، وإن شاء الله لك نية ولك أجر على النية كأنك صمت التاسع أو العاشر من محرم. أما أن تؤخر القضاء حتى تجمع بين النيتين فهذا لا يجوز. هنا سؤال: هل صح أنه في العاشر من محرم تاب الله على آدم ونجى نوحا من في السفينة ونجى إبراهيم من النار؟ لا، هذا شيء لا يثبت. ما حكم أن يرفع المصلي صلبه من الركوع والسجود وهو لم يتم تسبيحه أثناء التصاق أعظم على الأرض ثم أتمه وهو يرفع؟ هذا شيء إخواني في الله مرفوض. فبعض الناس أثناء الركوع فتجده ينزل فقبل أن يسبح يرفع، وبعضهم قبل أن يسجد يطمئن يرفع، فتجد التسبيحات متى تقال؟ أثناء الحركات. وللأسف يعني حتى أنه يجهر بها، نسمعه يجهر بها، فهنا يقول: الله أكبر للركوع نازل، سبحان ربي العظيم وهو يرفعها، سبحان ربي يا رجل، سبحان ربي العظيم وأنت راكع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، سبحان سمع الله، الله ربنا ولك الحمد. فتجد الأذكار حاصل على، طبعا رأيته بعيني وسمعته بأذني، فتجده هذه التسبيحات يفعلها أثناء التنقل، وهذا بسبب العجلة، وكل هذا طبعا لا يجوز. هنا: ما حكم التمازح بين الشباب بوصف بعضهم بعضا بأفعال قوم لوط أعوذ بالله، وخصوصا ما يريد أعداء فطرة فطرة مع أعداء فطرة الله، ما يريده الأعداء لمسخ الفطرة عامة من التشبه بهم وإعادة مش داري إيش. المهم، فالشاهد من هذا إخواني في الله أن هذا نعم نسمعه من بعض، لا أقول الشباب بل حتى من بعض كبار السن، تجده يمازح ويضحك فيقول كلام فحش، وهذا إن دل على رقة الدين وضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. فهذا نطق بالفحش والبذاء والأفعال والأقوال، ومنهم من يفعل ويمد يده أو والعياذ بالله أشياء، فكل هذا لا يجوز وحرام. ويا إخواني في الله تنبهوا إلى شيء مهم جدا، أنك إذا لم تنشغل بطاعة الله فستشغل بمعصية الله، أو سيشغلك الشيطان بالمباح. الشيطان كيف يتعامل مع إشغال الناس؟ أولا يحرص على أن يوقعهم في الشرك، فهذا أعظم ما يريد، شرك. فإن لم يستطع قال: أوقعهم في البدع، والشرك أكبر أو أصغر، أوقعهم في البدع. فالبدعة، لما أهل العلم يذكرون البدع قبل الكبائر؟ قال: لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها بينما المعصية يتاب منها. صاحب البدعة يظن نفسه على صواب وبالتالي لا يتوب. فإن لم يستطع في البدعة حرص على أن يوقعه في الكبائر، فإن لم يستطع أوقعه في الصغائر، فإن لم يستطع
ففي المكروهات، فإن لم يستطع أشغله بالمباح أكثر حياته مباح، فإن لم يستطع أشغله بعبادة مفضولة عن الفاضلة، أشغله بسنة الصيام عن شهود صلاة الجماعة أو عن طلب العلم مثلا، مفضول عن الفاضل، هذه له أمثلة كثيرة وهكذا. فإذا الشيطان يتدرج في إغواء الناس، نسأل الله أن يحفظنا وإياه. هنا سؤال يقول: هل يجوز تشميت العاطس إذا لم يقل الحمد لله؟ لا، فتشميت العاطس لمن حمد الله، فمن حمد الله يقال له يرحمك الله، فيقول له ذاك الشخص يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. هنا سؤال: ما حكم قول والقرآن؟ القرآن من كلام الله، وبالتالي يجوز الحلف بكتاب الله، بكلام الله، بالقرآن، لا حرج في ذلك، لأنه يجوز الحلف بأسماء الله أو صفاته. قد سمعتك يا شيخنا في يوم تنقل عن الشيخ علي الحلبي، نعم، ماذا أنقل عنه؟ أنه يقول: يجوز لعن المتبرجة إلا إذا خشيت القبقاب. فما هو القبقاب؟ قال: طبعا شيخنا علي الحلبي رحمه الله كان صاحب دعابة، فهو يريد أن يقرر جواز لعن المتبرجات، فسأله أحدهم: هل يجوز أن ألعن المتبرجة بعينها؟ قال: يجوز إذا أمنت القبقاب اللي هي لابسيته في رجلها أن يضرب برأسك. فكان يأتي بدعابة وكان يذكر لنا أمثلة، قال: هناك الشيخ فلان الفلاني وهو صاحب عضلات مفتولة، فمرت امرأة متبرقة، الله يلعنك، اللهم العنها، فإذا بها تلتفت إلي وتقول له: لم تلعني؟ أنا امرأة مصلية، اتق الله. قال: لا إله إلا الله. وخلص لا بدي أعرف، بدي أناقش متبرجة وفي الشارع. قال: فذهبت فلحقتني: اتق الله. فبالتالي يعني الأمر وقتيته لابد أن تختصر. هنا يقال هريبة ثلثين المراتب، تتصدى لامرأة ما تستطيع، فهذا معنى القبطة. هنا سؤال: ما رأيكم فيما يثار حول الحاكم النيسابوري من أنه شيعي رافضي كذاب؟ هذا كله افتراء على أهل العلم ولا وزن له. وكلمة شيعي التشيع التي كان يذكر عند بعض العلماء هو مسألة حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حاصل عند جميع أهل السنة، لكنهم كانوا يثيرون مسألة أخرى وهي تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان. فهناك من أهل السنة من قال علي أفضل من عثمان، لكن ليس هذا مذهب جماهير أهل السنة. فجماهير أهل السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هنا: ما حكم المرأة التي خرجت من بيتها في وقت العدة لتعطي أمها إبرة أنسولين، مع العلم أن هناك من يعطي والدتها غيرها من العلاج، فهل تخرج؟ لا تخرج. أيتها الأخت التي ابتليت بموت زوجك، لا تخرج من بيتك لإعطاء أمك إبرة أنسولين ما دام هناك من يسد مكانك، فالخروج فقط للحاجة. فالمرأة التي مات زوجها تعتد، معنى تعتد: واحد، تمكث في بيتها فلا تخرج إلا للحاجة، مثل التطبب، نقلوها في الدفاع المدني على المستشفى، هذا ما في مشكلة.
الحالة الثانية وهي أنها تترك المنمق من الثياب، وتترك ثالثا تترك الطيب، ولا تخرج 4 أشهر و10. ثم بعد ذلك من أراد من أهلها أن يعتني بها من أولادها أو بناتها، هم يأتوا وينامون عندها، لا يأخذونها عندهم إلا في صور ضيقة جدا. أما الأصل أن ننام عند هذه الأم. وسبحان الله، دخل والد المستشفى في 2010 دخل والد المستشفى، ودخل في العناية المركزة والعناية الحثيثة المتعلقة بالقلب، الICU والCCU، وكان أمره خطرة. فعندها أمي هذا الحكي قبل 12 سنة، فقالت: الأعمار بيد الله، لكن هناك أشياء مطلوبة مني في زيارات، أريد أن أزور، فلعل أبوك يعني يموت فلا يحق لي أن أخرج. فتعتبر الواجبات، كان عند النساء وعند الرجال هناك اسم الواجب، فلاني والدي، فلاني اتجوزت، فلاني نجح، بدها تقضي مشاويرها. فشاء الله عز وجل وخرج أبي من المستشفى ولم يمت، وأمي قضت مشاويرها، وعاشوا بعد ذلك 9 سنوات مع بعضهم. وعندما مات أبي ماتت أمي بعده بيوم. فانظروا تقادير الله، كلاهما فقد الوعي مع بعضه البعض، ومات أبي ثم ماتت أمي في اليوم التالي. فلا ندري متى تكون العدة، ومن الذي يعتد ومن الذي لا يعتد. الأعمار بيد الله عز وجل. هنا سؤال يقول: من السنة عند الوضوء أن يأخذ المرء حفنة من الماء فيضرب فيها وجهه. لا يوجد يا أخي هذه السنة. الأخ يعني ربما حدث عنده إشكال أنه يأخذ حفنة من الماء فيجعلها في لحيته، وليس إيش يضرب وجهه. فمن أكرمه الله بإطلاق اللحية فعليه أن يأخذ حفنة من الماء ويجعلها ويخلل لحيته. بهذا نكتفي، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.